ما هي سنة العشاء؟ هل هي الشفع ثم الوتر أم هنالك ركعتان غيرهما؟ وكذلك بالنسبة للفجر جزاكم الله خيرا. سنة العشاء التي هي الراتبة ركعتان بعدها، لا دخل لها في الشفع والوتر. الشفع والوتر صلاتان مستقلتان عن راتبة العشاء، يصلي راتبة العشاء، وإذا أراد أن يوتر بعدهما من أول الليل يصلي الشفع ركعتين أو أكثر من ذلك، ثم يوتر بركعة واحدة فله ذلك. وإن أخره إلى آخر الليل إذا كان يثق من قيامه قبل طلوع الفجر فهذا أفضل. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا عن سنة الفجر يحفظكم الله. سنة الفجر سنة مؤكدة. طيب. ووقتها بعد طلوع الفجر. نعم. وهي ركعتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويلازمها في السفر والحضر، فهي سنة مؤكدة تصلى بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. نعم.